مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فطور او عشاء كتير سهل وسريع ومغذي. عنا اول شي زيت زيتون، طاست، بقدونس، بندورة، فلايفلي، كمان حبق، ملح، فلفل اسود. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بدنا نقص الطاست بهيدا الشكل. هلا بدنا نكفي مع بعض. هلا عنا البهار والملح والحبق، بنحط فوقن البيض. بخلطن منيح. بنحط البقدونس، الفلايكي، البقدونس، البندورة، كمان بخلطهم منيح. ممكن نحط بندورة نقطعها صغيرة، ما في مشكلة، ما ضروري تكون هيدي الحبة صغيرة. واو، لونهم كتير حلو. حط زيت زيتون، بفلشهم اكيد. بنحط الطوست بهيدا الشكل. كمان بنحط الخلطة اللي عملتها أنا وياكم. هلا بنقلبها. طويت على الجهتين، هلا بحطها بالصحن. هيدي وجبة الفطور او العشاء اللي عملتها انا وياكم، كتير رائعة ومغذية بهيدا الشكل. هيدا الشكل النهائي. ان شاء
شكلها كتير رائع. شفتوا كيف؟ هذه وجبة الفطور اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.